ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ سماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة الحاكم نيوز السودانية. أهلا وسهلا بك أستاذ سماني. يعني بداية وقبل الخوض في تفاصيل الوضع السياسي والحلول التي من الممكن أن تكون مطروحة، دعنا نتحدث عن الأوضاع الآن. يعني منذ بداية هذه الأزمة في السودان أستاذ، وحتى الآن المصادر شحيحة، لا توجد إلا القليل من المصادر التي تنقل بشكل كامل صورة الأوضاع في السودان، الأوضاع الميدانية، ما يجري مع الناس، تفاصيل هذا الصراع بدقة شديدة. وبالتالي يعني إلى أي درجة الأرقام التي يتم الآن الإعلان عنها وتوقعها والحديث حولها هي دقيقة، وكيف من الممكن أن تقرب لنا الواقع؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والشعب السوداني بألف خير، وكل عام وأن نامل أن تتوقف هذه الحرب التي مضت عليها عام وثمانون دقيقة من الآن، عام وثمانين دقيقة. نعم. مضت من السودان في حالة من النزاع وحالة من الصراع وحالة من النزوح وحالة من اللجوء والتشرد. حقيقة الأوضاع الإنسانية والأوضاع عامة في السودان غير حتى الآن غير واضحة بالنسبة للتكتم الطرفين على العمليات العسكرية وعلى سيرها، ولكن يبدو أن الوضع الإنساني هو الآن هو الذي يسيطر على المشهد العام في السودان. إذا تابعنا مع النداء الذي أطلقه وزير الصحة السوداني مساء أمس، الذي دعا فيه المجتمع الدولي والدول الأشقاء والأصدقاء إلى ضرورة التدخل لإنقاذ حياة الأطفال والأمهات نتيجة لتدهور الأوضاع الصحية وعدم توفر الخدمات خلال هذه الفترة الماضية نسبة لتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد. حقيقة مضى عام وثمانين دقيقة على هذه الأوضاع وتلك الكارثة التي حلت بالسودان، ما عاد هنالك العديد أو القليل من الدول الأصدقاء والشقيقة التي وقفت وساندت السودان في مهنته، مثل جمهورية مصر التي فتحت أبوابها وفتحت كل إمكانياتها وقدمتها خدمة لشعب السودان وللذين جاءوا من السودان إلى مصر. نعم، يعني إذن هذا فيما يتعلق بالمشهد السياسي، المشهد الإنساني وما يجري على الأرض. فيما يتعلق بالمشهد السياسي، مبادرات عديدة، ونحن الآن نتحدث عن عام كامل وما زال المشهد معقدا لم يجد طريقا إلى النهاية. يعني كيف ترون يعني هذا المشهد؟ حقيقة المشهد الآن فيما يتعلق بالمبادرات السياسية مبادرات ضعيفة جدا، حتى أن هنالك بعض المبادرات التي أطلقت لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، كل هذه المبادرات لم تحقق أي تقدم يذكر سواء كان على صعيد وقف الحرب أو على إيصال المساعدات الإنسانية. الحديث عن العملية السياسية في الوقت الحالي أعتقد أنه في غير مكانه، حيث أن حقيقة رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش أعلن بوضوح وبصراحة بأنه ليس هنالك عملية سياسية ما لم تتوقف الحرب. الأولوية الآن للحرب، الحرب كيف تتوقف؟ الآن الجيش حدد الطريقة التي يمكن أن تتوقف بها الحرب وهو القضاء على التمرد، فلذلك أن الجيش أوضح حقيقة أنه يريد القضاء على التمرد والقضاء على ميليشيا الدعم السريع، ومن ثم الدخول في عملية سياسية. مع من العملية السياسية؟ أعتقد أن الجيش أيضا والبرهان حدد الذين تشملهم العملية السياسية، هم أولئك الذين ساندوا ودعموا الجيش خلال العام والخمسة وثمانين دقيقة الماضية، هم الذين تتشكل منهم الرؤية لإدارة المرحلة السياسية. أما الذين ساندوا الدعم السريع وساندوا التمرد وهم معروفون لدى الشعب السوداني ومعروفين لدى القوات المسلحة، فلا مكان لهم في إدارة العملية السياسية حسب ما ذكر رئيس مجلس السيادة في حديثه الأخير وتصريحاته الأخيرة، لأن الذين هم الذين يقودون المرحلة القادمة هم الذين ساندوا القوات المسلحة سواء كان من المستنفرين أو من القوى السياسية
الوطنية أو من الحركات الكفاح المسلح التي ساندت ودعمت القوات المسلحة في العام والتسعين دقيقة التي مرت من الأزمة السودانية. نعم، يعني ربما دعنا نكون واضحين أستاذ سماني، يعني مليان الآن هناك يعني عمق ربما أكثر لنظرة العالم لما يجري في السودان، هناك تركيز أكثر على هذه القضية على الرغم من أنه ربما يعني مر وقت لا بأس به قبل أن يعني يتم إدراك خطورة ما يجري على أرض السودان، وبدأت على ما يبدو محاولات جدية أو أكثر جدية على الأصح للالتفات لضرورة الوصول إلى اتفاقات انطلاقا من خطورة ما يجري في السودان على مصالح الدول كافة، تحديدا فيما يتعلق ب يعني إطلالتها على البحر الأحمر وارتباط هذا البحر بمصالح عدد كبير من الدول. وبالتالي ألا ترى بأن يعني هذا الاهتمام من الممكن أن يساهم في الضغط بشكل أكبر للوصول إلى اتفاق أقرب؟ نعم، حقيقة المجتمع الدولي أخطأ خطأ كبير في بداية هذه الأزمة في السودان عندما ساوى بين الجيش الوطني وبين قوة متمردة. فالخطأ الذي ارتكبه المجتمع الدولي في المساواة بين الطرفين المتنازعين بين قوة متمردة على الجيش وقوة وطنية، ده الخطأ الذي وقع فيه المجتمع الدولي في بداية هذه الأزمة. الآن المجتمع الدولي أمامه الفرصة للوصول إلى حل الأزمة، خاصة أن هذه الأزمة لها مهددات ليس على أمن البحر الأحمر فقط ولكن على الأمن الإقليمي والدولي، باعتبار أن منطقة غرب أفريقيا منطقة حشاشة أمنية يمكن أن 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 تساعد أو أن 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 تنبت عمليات إرهابية، خاصة أن هنالك نشاط في هذه المنطقة منطقة غرب أفريقيا لبوكو حرام وغيرها من الحركات المناوية وكذلك الحركات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بجانب أن هنالك عملية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكل هذه مهددات أي هشاشة أمنية في هذه المنطقة ستنمي هذه الحركات أو تنمي الهجرة غير الشرعية وتنمي الاتجار بالبشر وكذلك العمليات الإرهابية في غرب أفريقيا وتهديد كذلك للأمن الإقليمي على البحر الأحمر، باعتبار أن البحر الأحمر يعتبر مهم جدا بالنسبة لكثير من الدول لما يربطه من أو لما يمثله من أهمية استراتيجية بالنسبة لكثير من الدول، سواء كان على المستوى الأفريقي أو على المستوى الآسيوي أو حتى على المستوى الأوروبي. نعم، يعني إذن نحن نتفق على أن الأزمة في السودان لا ترتبط فقط بالسودان، كان لها وما زال امتدادات عديدة فيما يتعلق بالإقليم، فيما يتعلق أيضا بمصالح عدد من الدول، والآن هناك حديث عن اتفاق دولي واسع على الاستناد إلى خارطة طريق يعني ينطلق منها كأساس للمفاوضات. وبالتالي هل ترى بأنه يعني من الممكن أن يتم التعامل سودانيا مع هذه الرؤى والانطلاقات للوصول إلى حل أقرب، أم أن الميدان هو من سيحكم؟ نعم أستاذ منى، حقيقة هو الميدان قد لا يحكم هذا الأمر، نسبة لأن هذا مضى عام و 100 دقيقة الآن على الحرب، الميدان لم يحسم هذه المعركة، ولكن يبدو أن الكف الآن يميل لصالح القوات المسلحة السودانية، ولكن إذا إيصالا لوقف هذا مزيد أو لوقف القتال ووقف النزيف من الأرواح وكلام وما يحدث الآن، يجب أن يكون هنالك عملية سياسية أو عملية تفاوضية للوصول إلى حل دائم لهذه الأزمة. هنالك مبادئ تم التوصل إليها وتم التواصل إليها منذ بداية الأزمة في السودان في مايو الماضي عبر منبر جدة، هنالك الطرفين جلسا وتوصلا إلى إعلان مبادئ في 11 مايو العام الماضي، وهذا الاتفاق الذي شمل على العديد من البنود كان يمكن أن يكون قاعدة أساسية للوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة السودانية، ولكن منبر جدة الذي توصل إلى هذا الاتفاق الإطاري أو ما توصل إليه تنقصه آلية التنفيذ، ومما أضعف هذا الاتفاق، وبالتالي
جعل الطرف الاول ميليشيا الدعم السريع لم تلتزم باي بند من البنود التي تم الاتفاق عليه، وهو الانسحاب من المنازل والانسحاب من المواقع الاستراتيجيه وفتح الممرات الانسانيه وازاله الارتكازات لايصال المساعدات الانسانيه. اذا كان هنالك وسيله ضغط على المتمردين لتنفيذ تلك البنود لكان الوضع الان تغير اكثر مما عليه الان، ولكن الاراده او الاراده التنفيذيه او الضغط على الاطراف في منبر جده افشل هذا الاتفاق. فلذلك الان انه المجتمع الدولي سواء كان عبر منبر جده او عبر ايجاد او عبر مبادره دول الجوار يجب ان تضع خارطه طريق واضحه جدا يتم التوافق حولها ومن ثم الالتزام بما يتم التوصل حوله من بنود. نعم، يعني فيما يتعلق بخارطة الطريق المطلوبة الآن أستاذ عوض الله، يعني عمليا ما البنود الأساسية التي يجب أن تتضمنها كي تكون أكثر واقعية وقابلة للتطبيق؟ أهم هذه البنود يجب أن يكون هنالك الآلية بتاع تنفيذ ما يتم التوافق عليه. إذا لم هنالك ضمان آلية واتفق عليها بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع بمراقبة أو بإرادة دولية فلن يتم التوصل إلى أي اتفاق. لابد أن تكون هنالك آلية مراقبة أو آلية تنفيذية لما يتم التوصل إليه من اتفاق. فإذا لم يتم التوافق على ذلك فإن أي اتفاق سيكون حبر على ورق ولا فائدة منه ما لم هنالك آلية لمراقبة ومتابعة التنفيذ. يجب ان يكون هنالك الاولويه، هذه هي الاولويه، ومن ثم كذلك الاتفاق على الوضع الانساني وفتح الممرات الانسانيه لاغاثه من يمكن اغاثته من الموجودين داخل مناطق الحرب او الذين تحاصرهم الحرب في بعض القرى وفي بعض المدن السودانيه. اود ان اشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهره الاستاذ سماني عوض الله رئيس تحرير صحيفه الحاكم نيوز السودانيه.